رجعني لكم في فريكونس فيرت قبيلة شوية. حمدي حشيت كان فسر لنا الووتر سبورت الشيق المائي بمنطقة بن خيار. الفيديو حمدي ما قلناش المصدر نتاعو الصديق محمد صالح بورقيبة نوجه له التحية. تحية لي هو والحمد لله هو لاباس. لا لاباس الحمد لله. المهم هو لاباس يعطيه الصحة معناها يصور الفيديو. يعطيك الصحة أنت اللي كنت فسرت سي حمدي حشيت. نمشيو لموضوعنا التالية. موضوع كنا باش نحكيو فيه من الاسبوع الفارط مالوروزمون ما هو يبقى اكتواليتي. ممكن يبقى اكتواليتي لكن زاد الانتخابات الامريكانيه زاد ممكن رجعته في معناها نحكيو على اقتراح ضريبه الاضرار المناخيه اللي يحظى بدعم اكثر من 100 منظمه مناخيه في جميع انحاء. هي اكثر من 100 منظمه مناخيه معناها صادقت معناها على الطلب هذا واللي فيه مثلا عديد معناها المنظمات المرموقه كما منظمه السلم الاخضر جرين بيس وغيرها واللي يقترحوا باش معناها باش يقوموا بضريبه معناها على الشركات الكبرى معناها اللي متسبب عندها تاثيرات مباشره على الطبقه المناخيه ونخصوا بالذكر هنا معناها شركه الطاقه معناها الاحفوريه وايضا شركه النقل معناها ولا الشحن سواء الجوي ولا حتى البحري. دونك معناها عمليا على مستوى التنظيمي بالنسبه للمنظمات برشا انخرطوا فيها في لي دوموند هذايا لكن حقيقه ما نتصورش ممكن حتى الاحداث هذه تنفسرها بعد معناها ما نتصورش كان باش تلقى صدى معناها لدى الحكومات مش حتى صدى ما نتصورش تنجح اصلا الاسباب بعد. خلينا نحكيو ساعه قبل كل شيء على الاهداف معناها نتاع الاهميه نتاع الضريبه المناخيه. هو باش يحاول باش في مرحله اوليه باش يحاول يحقق ما يسمى بالعداله المناخيه. واش قلت لك انا مع ما يسمى بالعداله المناخيه خاطر الضرر حاصل ثم بلايص مثلا في ارتفاع منسوب المياه البحر ولا كذا الكلفه دائما غاليه ولا حكايه معناها ولا حتى في بعض المشاريع الاخرى صعيب برشا باش معناها اللي ضر باش تعاود تصلحه هذا على المستوى. حاجه اخرى باش نحاول نوفروا السيوله اللازمه معناها للدول الناميه والمجتمعات معناها الهشه المتضره من المشاكل هذيا. وحاجه اخرى زاده باش تحاول تشجع انه الشركات هذه باش تحاول تخرج اقل انبعاثات. نعرفوا اذا كانت تولي ضريبه في الحكايه معناها باش يولي ان انجو ايكونوميك بالنسبه للشركات المعنيه فهم بطبيعتهم باش يمشيو يخفض. الاشكال هنا في التطبيق كيفاش الاشكال؟ السبب بسيط برشا لانه ليس هناك توافق عالمي على مستوى معناها التعامل مع الانبعاثات الغاز الدافئه. الحقيقه معناها حكايه كيف هذه يلزم معناها اكثر من الشركات معناها ولا حتى الحكومات تكون عندها الي ولا ستاندار موحد يجمعها باش تطبقوا تكون زاده الحسبه زاده كيفاش معناها كيفاش باش تتبعها الناس المضره شكونهم وكيفاش والصيغه. الحقيقه هي ديجا هو مشروع ولد ميتا حسب للاسف معناها هو عكس حاجه باهي لكن نتصور ولد ميتا ممكن زاده الاقضاء عليه معناها عوده ترامب على الساحه السياسيه وخاصة نعرفوا أن الولايات المتحدة والصين في حد ذاتهم هم مسؤولين عن قرابة 40% أو أكثر من انبعاثات الغاز الدافئة اللي هي تتسبب في الكوارث المناخية نعيشوا فيها. هنا اليوم الضريبة حسام فما شكون يجي يقول لك أوكي أنا كشركة معناها ندخل في آلاف المليارات يقول لك اليوم قلقني شنو هي الضريبة اللي تحب عليها أوكي تو نخلصها وخليني نخدم رايد. هل ترى أنه اليوم الضريبة هي اللي باش تحد من الشركات هذه؟ رغم التأقلم هو كيف ما نقولوا معناها أن كوتو دوبل ترونشي معناها حاجة باهي يلزم سلاح ذو حدين سلاح اللي يلزم هو يلزم تأقلمه لكن باش نولي كيف ما نقولوا أنا مثلا مثال معناها كما نقولوا انت عندك برشا في بدنك فيه برشا معناها جروح ولا تشققات نجي انا نعمل غرزه في بلاصه ونزيد نجرحك في البلاصه الاخرى ما عملنا حتى شيء ونجرحك زاده مش نجرحك بطريقه غارقه ياسر معناها فهمت. دونك ما ثماش ماهيش هي حل باش يوقف النزيف هذا اللي نعيشوا فيه هذا الكل فهمت. اوكي برا باش تدفع الاف المليارات هل انه الالف المليارات هذيك والفلوس هذيك باش تعطيني انا نهار اخر انا مين هو نظيف ولا ماء مثلا باش نجم نشرب ولا التربه صالحه باش نستقات منها معناها نحن مثلا تم المجتمعات الهشه نسموها اغلب الزراعات هي زراعات بعليه معناها فهمتني. اذا كانت انت تعطي متاثر مناخيه هي معناها سنوات معناها اشهر ممتده من الجفاف تعطيني شي حتى فلوس الدنيا الكل باش ناكل باش نعمل بهم باش ناكلهم الفلوس هذوكم وهذا هو يمكن زاد اللي هزنا حمدي حشاد
نقول لك انا اليوم فما ما يسمى بالامباكت كربون، البصمه الكربونيه نتاع كل دوله. يقول لك ما لازمش تفوت مثلا كوتا معين. اليوم في تونس مثلا ناخذوا على الشل ناسيونال، فما هذه فكره انه تجي دوله تشري من عند كريدي الكربون نتاعها، تقول لك انا نشري من عندك الزايد نتاعي انا راهو هذاك اللي كانت باش تعملوا تونس. هل انه اليوم هذا مش كاين عملنا الشاشيه هذا على راس هذا غيان كو باش نخلصوا حاجه وخلينا نخدم رايد حمدي؟ شوف معناها فما جدل كبير، وممكن يعتبروه حتى في الغسيل المناخي، معناها الارصيد الكربون والسمعه السيئه اللي بارت بدات مترافقه معها. معناها ممكن احنا فتره مش بعيده برشا معناها وقعت برام اتفاقيه مع اطراف سويسريه معناها في القطاع الخاص، وحتى معناها اطراف يابانيه معناها اللي يبيع نصيب تونس من الاطراف هذيا، معناها خلينا نقولوا خاطر احنا مازال عندنا ما وصلناش للسقف انتاج من الكربون او من الحصه المحدده لتونس. الفايض مش الفايض معناها ما وصلنا لوش هذاك، دونك بعته تونس معناها وبرت اتفاقيات اللي باعوا. خلينا نقول لك محمد معناها ماهوش حل فعال، ممكن بعد باستوضاح القصه اكثر. معناها فما العديد معناها من موضوع اسهل كثير من الحبر معناها في ارصيد الكربون والسمعه السيئه المترافقه به. حاجه واحده ممكن حسام انت تحكي ممكن تشوف الموضوع وفهمت اهميته وممكن الصدمه اللي ممكن تخلقها وجه محمد وانت تحكي والتاثيرات معناها على الكربون، وواحد تشوف محمد متاثر جدا بالموضوع. لا والله لا نحكيو شوي سيريو حمدي نعرفك تفضلك. اما ليه معناها اليوم يقول لك فما برشا شركات يقول لك انا نخلص قداش خطيه، معناها اعطيك سك على بياض ونقعد انا على خاطر اللي باش ندفعه راني باش ندخل الالاف نتاعو. هذه حاجات محمد ما تسواش فلوس معناها هذا الحبيب في منحة تسارعي لارتفاع درجه الحراره معناها نشوفوا كل الظواهر نشوفوا البارح فقط معناها وقع القرار لسنه 2024 السنه الاعلى حراره على الاطلاق، ممكن تجاوزنا حاجز 1.5 درجة لقاء تشريعه معنا في اتفاقية باريس كهدف. واضح. تجاوزناه في 2024 عملنا 1.59 درجة. يعني معناها الأهداف اللي حطيتها الأمم المتحدة كل تحت في الماء. يعني الاجتماعات اللي قاعدة تصير هذيك والاجتماعات الماراثونية والغير وغير وغير وغيره ما عطاش حسب رأيي جدوى أو نتائج المنتظرة منها. واضح، شكرا لك حمدي حشادة. بعد شوية انت قلت الاجتماعات هذيا ما عطاتش جدوى، بعد شوية باش نحكيو على اهداف التنمية المستدامة. 9 سنين من بعد اصدارها كان من شغل 2015 هي كانت خرجت اهداف التنمية المستدامة، انت عندك قراءة نقدية لها بعد شوية اكثر تفاصيل معاك حمدي حشادة. مقبل نخرج فاصل ونرجعين.